إلا أننا نرفض وبشدة الفوضى والشغب والتخريب والتعدي على مؤسسات الدولة والمساس بأجهزتها الأمنية، ونحذر من وقوع فتنة واقتتال تتحمل مسؤولياتها والمجموعات المتعدية. نحن في مدينة المرج مثلنا مثل باقي المدن نعاني من الأوضاع المتردية، ومن حقنا الخروج في المظاهرات السلمية بالساحات المخصصة لذلك بعيدا عن الشغب والتدمير والحرق. فهذه المؤسسات عامة لكل المواطنين، ومن واجب الجهات الأمنية المحافظة عليها والتصدي للمحتدي. فنحن حكماء وعقلاء مدينة المرج نرفع الغطاء الاجتماعي عن كل محتدي على المؤسسات الدولة. أؤكد أن التظاهر حق مكفول بعيدا عن الفساد والاختراقات والدعوات المشهولة والأجندة الخفية وتصفية الحسابات الشخصية.